بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت من قبل نزلت فيديو كنت بشرح فيه عرض شاشة تليفون نظام الأندرويد على شاشة اللابتوب، وبعد كده جات لي طلبات كتير قوي لشاشة الآيفون إزاي نعرضها على شاشة اللابتوب. دلوقتي في الفيديو ده هنتعلم إزاي نعرض شاشة الآيفون على شاشة اللابتوب. في نظام الأندرويد ما كانش بيحتاج برنامج عشان تعرض شاشة التليفون على اللابتوب، في نظام الاي او اس بيحتاج برنامج. نروح نحمل برنامج الاي باور ميرور من الاب ستور. البرنامج ده نفتح اول حاجة الاب ستور، نضغط على ديسكفر، نكتب هنا فوق اي باور ميرور ونعمل سيرش ونختار اول واحد وننزل البرنامج. انا منزل البرنامج عندي من قبل هو ده. بعد كده نروح لللابتوب، من اللابتوب هنروح نحمل برنامج الـ A Power Mirror. نفتح الموقع جوجل كروم او اي متصفح ونكتب A Power Mirror ونعمل انتر، هيجيب لك اول موقع اختاره، هو ده الموقع. طبعا انت اذا كان جهازك ويندوز او ماك ابل بتختار اللي بيناسبك، انا طبعا عشان ويندوز. ويتحمل، دوس هنا داونلود، هيبدأ يتحمل معاك. هنا تروح للشو ان فولدر تنسخه تحطه هنا، هو ده البرنامج. اضغط عليه مرتين وتحمله. بعد ما يتحمل هيبقى شكله كده. بعد كده هتفتح البرنامج، ضغط عليه ضغطتين هتطلع لك الواجهة ديت. انت خليك في الترايل سيستم اللي هو النظام التجريبي لانه هيمشي معاك. تختار هنا على الاي او اس لان احنا بنتكلم على الايفون مش الاندرويد. هو طبعا البرنامج بيشتغل على الايفون وعلى وعلى الاندرويد، يعني نظام الاي او اس ونظام الاندرويد. احنا نضغط هنا على الاي او اس. بعد كده نروح للتليفون. دلوقتي هنرجع للموبايل ونفتح شبكة الواي فاي ونفعل الشبكة، بعد كده نفتح البرنامج الـ A Power Mirror ونضغط هنا في النص. طبعا هيطلع فوق هنا اسم الشبكة اللي انت مشترك فيها للموبايل وللابتوب في آن واحد، لازم يكون الاتنين مرتبطين على نفس الشبكة. نضغط هنا في النص على ميرور، هيبدأ يطلع لك هنا اسم الكمبيوتر، يعني اسم الكمبيوتر أمر، أضغط عليها بعدين اكتب ميرور فون تو بي سي ونضغط على ستارت ناو. هيبدأ يعرض محتويات الجوال على شاشة اللابتوب. نرجع كده لورا نشوف المحتويات اهي، المحتويات اهي انعرضت على الشاشة. لو اتحركت بتتعرض. لو فتحت اي برنامج، يعني لو فتحت انا الاب ستور محتوياته اهي اتعرضت زي ما هو. لو رجعت، لو فتحت اي برنامج يوتيوب بي دي اف، حتى لو في جيم لعبة اي حاجة هتتعرض محتوياتها على شاشة اللابتوب. بكده يكون وضحنا ازاي نعرض محتويات الموبايل على شاشة اللابتوب باستخدام البرنامج. زي ما احنا شايفين في البرنامج، في بعض تليفونات الايفون بتدعم خاصية اللي هي خاصية السكرين ميرورينج. الخاصية دي اذا كانت موجودة عندك في الموبايل دي بتخليك تستغني انك تحمل برنامج الاي باور ميرورينج على الموبايل مباشرة. انت بتضغط عليها يجيب لك اسم اللابتوب، بتضغط عليه ويعرض لك محتويات التليفون على اللابتوب على طول، وبتدي لك الخاصية دي جاهزة. ان شاء الله يكون الشرح وافي ويكون الفيديو عجبكم، ومسألة عرض شاشة الايفون على اللابتوب اصبحت واضحة بكل بساطة عن طريق البرنامج اللي احنا شرحناه. ولو عندكم اي سؤال او تعليق اكتبوا لي في التعليقات، انا بشوف كل التعليقات وان شاء الله نرد على كل اسئلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.